أتي الاختتام نمر إلى حصة تكريمية. أدعو السيد الوزير، السيد مقرر عام المؤتمر والسيد رئيس المؤتمر، تفضل لتكريم الوفود العربية المشاركة في المؤتمر. سميت السيد عبد القادر الصغير عن نقابة خبراء المحاسبين المجازين بلبنان، فليتفضل. سميت الأستاذ محمد أكرم حسونة عن الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب. سميت سيد نضال الصوص عن جمعية مدققي الحسابات القانونية الأردنية، فليتفضل. سميت الماجدة حسن الكواري من عن جمعية المحاسبين والمراجعين القطريين، فلتتفضل السيدة ماجدة. سميت السيد محمد متولي رمضان عن شعبة المحاسبين والمراجعين مزاولي المهنة الحرة نقابة التجاريين بمصر، فليتفضل. سميت السيد محمد حمود الهاجري عن الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، فليتفضل. تكريما لجهودهم في إعداد المؤتمر وللمجهودات المبذولة طيلة الفترة الماضية، تكريم لأعضاء المجلس الجهوي لصفاقس والجنوب. مانيش مش نحترم الترتيب البروتوكولي، مش نلتزم بالقائمة اللي موجودة عندي. السيد رمزي البرجي أمين مال المساعد.
السيد سهيل كريشان أمين مال المجلس الجهوي. السيد فهمي الفهري مراقب عام ومساعد للتربصات. دي قل لك تو فهمت ظروف النقل نتاع المباشر. لما اتفق. السيد محمد ولها مراقب عام للتربصات. السيد عادل السلامي كاتب عام مساعد. كاتب عام غير مساعد. السيد محمد مقديش نائب رئيس. غير مساعد. السيد باسم دمق نائب رئيس. الرئيس عبد الرؤوف غربال. وأدعو السيد العميد. السيد العميد ما زالت التكريمات. شكرا. قلت اني مانيش مش نلتزم بالترتيب البروتوكولي. السيد الياس الغراب كاتب عام مساعد ومدير اللجنه العلميه للمؤتمر. عن إدارة الهيئة الجهوية إدارة المجلس الجهوي السيدة سناء المعلول فتفضل. أكثر واحدة مش يصفقوا عليها على خاطر سيرتو لي زيكسبير كونتابل ستاجير. آه
أخي وزميلي نظم بردع المستشار الفني للمجلس الجهوي الخبراء المحاسبين بصفاقس والجنوب. كما أدعو زملائي أعضاء المجلس الجهوي لوسط والجنوب لأخذ صورة جماعية مع السيد الوزير. سي محمد المصمودي مازال؟ أخي وصديقي محمد مصمودي نائب رئيس. مازال. مازال شكون في التركريم؟ شكون في السيناريو؟ استنى كمل لحظة. كمل النظر. ما زالت الصور التذكارية، لكن لحقت صحيح أنه تحية خاصة للسيد سمير عقوني عن الاف سي ام يتسلمها عن السيد لحبيب الكافي عضو الاف سي ام. وأيضا السي لحبيب الكافي باعتباره مكلفا بالعلاقات الخارجية في الاف سي ام فليتفضل. دونك دو تروفي السي الفيدرالية فيدرالية الخبراء المحاسبين بالمتوسط. متوسط. واضح. اوكي. التذكير ايضا سي لحبيب الكافي هو عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بفرنسا مكلف بالعلاقات الدولية. جيد. عن في ان جي الشريك التقني للمؤتمر السيد حاتم المليكي. سي حاتم. وجنوبه ياسين، ياسين التركي. سي ياسين. باه يظهر لي جماعه الفي ان جي غادروا القاعه. باه. واضح. توصل لهم ان شاء الله الجائزه. واضح. باه. نمر للصوره الجماعيه. جبتو هذاك فهمي مازالو عاد. السلام عليكم مرة ثانية. احنا بنشكر تونس حكومة وشعبا وهيئة للخبراء المحاسبين وعلى رأسهم الأستاذ نبيل والأستاذ رؤوف وأعضاء المجالس في كافة الفروع باسمي من فلسطين. يعني ما وجدتش الا احط بس رموز فلسطين على هذا الصحن المتواضع، فبقد مهديه اولا لمعالي الوزير والثاني من المهديه لهيئه الخبراء المحاسبين بعد اذنكم. من تونس أرض الوفاء والجد والعمل إلى فلسطين بيت المقدس والانتفاضة وصمود غزة الأسطوري، في شخص ممثل هيئة المحاسبين المراجعين الفلسطينيين الأستاذ أكرم حسون فليتفضل. شكرا. الصورة الجماعية ثم نمر إلى كلمتي الاختتام.
لم نختتم بعد أشغال المؤتمر. فقط ما زالوا 10 دقائق لاختتام المؤتمر لو تسمحوا، فقط 10 دقائق. أوكي. أستاذ أنطوان ولك تكرم حبيبي.